السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احييكم في فيديو جديد لقناه ايمان عبد الحميد. انا طبعا زي كل يوم بتمشى صبح على البحر، بس دلوقتي الساعه يمكن 8 الا ربع، 8 الا ربع. البحر شكله هادي جدا جدا، في حد ماشي تحت وتقريبا الكورنيش فاضي، وانا بمارس رياضه المشي اليوميا. ده معسكر النادي الاهلي، بعيد جدا بيصطاد. البحر هادي، مش عارفه اذا كان صوت وصل لحضرتك ولا لا. يا رب يعجبكم الفيديو القصير ده. اقابلكم بكره ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.